عرفنا نفسك كده يا سيد. أنا اسمي السيد أبو العامل عافا، كام سنة يا سيد؟ 19. 19. سيد أنت من مركز المراغة محافظة سوهاج نجع الجعران. بالظبط. أنت كنت مدمن مخدرات وتعافيت، هاي احكي لنا القصة من بدايتها، إزاي بدأت الإدمان وقصة المصحة وتعافيك يعني. لما بدأت الإدمان من فترة طويلة كده، يعني كام سنة؟ حوالي 3 سنين زي كده، تمام. اتلمت على الناس يعني بتشرب وكده، فعلموني أنا كمان الشغل، وبعد كده ابتديت أخش في سكة المخدرات، وأي مخدرات كنت أشربها، كنت بتعاطى ايه من المخدرات يا سيد؟ حشيش، شابو، حاجة ده. تمام. بعد كده كنت تجيب الفلوس منين؟ كنت ساعات بشتغل يعني فين، بس المخدرات يعني خلتني مدي ايدي وبيتنا يعني وكده، فأهلي ودوني المصحة، قعدت 4 شهور يعني كنت هناك. تاخد من البيت اي حاجه تبيعها عشان المخدرات تشتري بيها مخدرات؟ هاي، تمام. وأهلي ودوني المصحة، وقعدت 4 شهور هناك، وجيت بس الحمد لله الواحد تعافيت. طيب تعافيت يعني. المصحه بقى، يومك كان ازاي في المصحه؟ احكي لنا كده. يعني زي كانوا الصبح كده يجيبوا لنا العلاج والفطار وفول وطعمية والحاجات دي، كانت في شاشة عرض احنا كنا نتفرج عليها، كنا نعمل فقرة عمل نظام نمسح الدنيا بالمساحات ومية وكده. تمام. حسيت في المصحة انك انت ظروفك احسن. اي، مع اني كنت قاعد مخنوق يعني، بس طلعت كان كده عندك اصرار يا سيد انك انت تبطل المخدرات. اي، كان عندي امل ان انا ابطل كل حاجة.